السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النهارده بقى الحاجة مشرفانا إن شاء الله، وشايفها بتعمل توم، بتطحن توم صح؟ أيوه بتطحن، يعني قشرته جابته وقشرته وبتطحنه بقى عشان يبقى جاهز للطبيخ يعني. فبتحط عليها أي حاجة بعد كده؟ كل حاجة ازاي؟ حبة باذنجان. لا بتحط على التوم ايه عشان تحفظيه يعني؟ شعرة ملح بس. ملح بس؟ ايه. طب ما شاء الله. شعرة ملح بسيطة بس. طب ما شاء الله. هو يا جماعة هي بتحطه هنا تطحنه مرة واتنين. ايه. لحد ما ينعم معاها يعني. وفي الماشينة اللي هي بتعمل بقى دي اهي. مكن اسمها مكن بصل. اهي. المكنة ايه؟ الماشينة دي بتاع الطحن. اللي هي بتفرم الطماطم وكده صح؟ ايه. اللي بتعمل الصلصة. ايه. ما شاء الله، سلمي بقى على الناس كلهم. يسلمهم يا رب في طريقهم وغربتهم. يا رب اللهم امين. والحاجة هناء عم بقى. والله بتسلم عليك. ازيك يا حاجة هناء؟ الله يسلمك يا حاج. ازيك يا حاجة مبان؟ والحاجة خلو. ألف مليون سلام لجماعة السعودية كلها. لأهل السعودية كلها. الله يسلمك. إيه. حبايبك كتير ما شاء الله. إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله عليك نصحة. اي ما شاء الله. والحاج ابو عبد الله ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ وحشتنا جدا. كل سنه وانتم طيبين جميعا ان شاء الله. شهر رمضان على الابواب يا رب. والحاجه بتجهز بقى الحاجات رمضان كده، الحاجات الحلوه بتاعتها كل حاجه ما شاء الله. اما ابعد كده الكاميرا يمكن تيجي، يمكن الصوره تيجي بتاع الماشينه وكده. اهي هي قربت اهي. سلم يا محمد. وقول لازم اقول. والست منى. والست منى الف مليون سلام ليه. الله يسلمك يا حاج. والحاجه اللي جاب بطفلتان كده عند الحاجه هناء الف مليون سلام ليه. الله يسلمك. بتحب هناء قوي. اه. ايه. بتتكلم على الفيديوهات بتاع السعوديه بقى. ايه. الحبايب عليك، ده انت ناصحه قوي. الحاجه هناء. انت ناصحه ما شاء الله. شافت الهاني. ما شاء الله. أول يا رب ما تروح له تاني. إن شاء الله بإذن الله. يا رب وأكون معاها يا رب. إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم عاملين إيه يا جماعة؟ كلموا أحمد. والحبايب كلها. كلم يا أحمد. إزيكم يا جماعة عاملين إيه؟ الحمد لله تمام. غنينا بقى حاجة حلوة كده هم عايزين يسمعوها. الحبايب كلها تتوعد يا رب. زيارة النبي. عليه الصلاة والسلام. غني. وحوي يا وحوي. يجعلوا رمضان مبروك علينا وعلى الأمة كلها يا رب. يا رب اللهم آمين. حق جاه النبي. اللهم آمين. بس اللي عندي تعبوك في التربية بقى. أيوة تعبني يا أمك خالص. كله كده وهم صغيرين كده بيتعبوا. تعبوني خالص. أيوة. كان عاوزين أمهاتنا اتنين يربوا فيه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك. ربنا يبارك لك. ربنا يبارك لك يا حاجة إن شاء الله. يلا ربنا يخليهم، خليتهم لك عرايس حلوين أهو. ما شاء الله عرايس أهدى لسه بدري، أما يخلص كلياتهم. أهو بعز جواسهم دلوقتي. نعم براحتهم خالص. أنا متجوز أخواتك كلهم. أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة. دول يتمتعوا كده ويتهنوا ويخلصوا جامعتهم بالسلامة إن شاء الله، ونبقى نفكر يعني نفكر لسه. سيبكم النظام اللي ماشي دي الخايب دي. انت هتقعدنا لهم لسه لما اربيهم. ربنا يديك الصحة. الله ربنا يديك الصحة يا رب. ساعة ما اموت هتجوزهم على طول. ده يعني. ده يعني. هم ما شاء الله هم. ده بقى محمد بقول لك بعد الشر اهو. محمد. اي. حلاوة. شلعش وجوز محمد. يا رب. يا رب. حق جه النبي يا رب. يا رب. اللهم امين. بس زمان زي ما بنقول كده في بركه كده في كل حاجه. ايوه. وكانت بس كان ما كانش فيه مواصلات زي دلوقتي كده. لا ده احنا كنا بنروح المحله ماشيين. اي. والله ونلف المحله والثبت على. بس دلوقتي بقى كان بقت المواصلات بقى متوفره وكل حاجه. البركه واللي هنا كله. انت كنت بتروحي ماشي. يا والله. كنت بتروحي المحله ماشي. والله العظيم ماشي. اي ما شاء الله. مرة عمك محمد الصاروخ ده هو جاي ورايا بالحمار. من غير اسماء. ايه. ايه الله يرحمه. الله يرحمه. بيقول بتيجي يا ناس بس انت رايح المحل قلت له ايوه انت بقى دي ثابت على راسك دي. ايه خدوا على الحمار وثابت ماشي. خلاص. يعني خد الثابت وسابك انت ماشي على الارض. خدوا على الحمار وانا لا اله الا الله.
طب ما كان ياخدك انت على الحماره ويسيب السمك يمشي. ده راجل قد ابويا عادي. اي ما انا عارف، انا بقول لك ياخد يعني تركبي يعني. لا عادي ما اركبش وراه. اي الله يبارك لك. ده راجل طيب زي ابويا بالظبط. الله يبارك لك يا رب. بس كانت ايام التجاره ايام حلوه. كنت بتحبيني من ادبي وكمالي معاه. كمال لله. كنت محترم. اي الله يبارك لك يا حاج. كنت محترمه واميري. انت طول عمرك عميري. وماشيه بذمه ولا ليا دعوه بحرام ولا ليا دعوه ماشي وحش ولا بالكلام ده. الحمد لله. ماشيه بطريقه عيد اللي يحتار العدو فيه. امشي في طريقك عيد اللي يحتار العدو فيه. اي والله. اي. الصلاه على النبي. ما شاء الله. اللي طلعه لي مراته هناء حاجه هناء. هي اللي ماشيه في طريقها عدل كده والاخر الناس كلها بتغير منها. بيحبوها الناس بيحبوها. ايش بيحبوها وايش بيغير منها؟ هي ماشيه يا ست خلاها على الله، خلي الناس اللي بيحبوها، احنا مالناش دعوه بحد تاني. اللي يحبنا على دماغنا من فوق. لا امير محترمه وبنت الناس الطيبين. الحمد لله. محدش يقول على الحلو وش ابدا. طبعا. ايه. ولا يقول على الحلو وش. طبعا. بس انت ماسكه في، طب ما عملتهمش بالخلاط ليه؟ لا كده بقى. ايوه. الخلاط ما يجيبهمش ناشفين. خدت بال حضرتك؟ خدت بال حضرتك. الخلاط هيحب حبه ميه. ايوه. انت مش عايزه تحط ميه. عشان الميه ما تخليهاش مظبوطه. ايوه ايوه. ما تخليش مظبوط. ايوه. لا. ما شاء الله. بس سلمى دايما تحت رجليك كده بتساعد. سلمى سلعى النبي منظفه معايا الكرشة ومنظفه معايا المنبر و... وليلى برضه بتساعد. وليلى وكلهم شاطرين ومنعين. ما شاء الله انت معلمهم كويس يعني. ايه. ليلى عليها صينية كيكي. ايه. ما فيش واحدة كبيرة تعملها. ما شاء الله. والله والبسيمة كله. ايه بسيمة. ومكرونة بشاميل. ما شاء الله. شاطرة بواسعة. ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. يا رب يا رب يكون شر العين الوحش. يا رب، اللهم امين. حقيقة النبي هم واللي زيهم. عليه الصلاة والسلام. عيالك وعيال المسلمين. اللهم امين يا رب. كان واحد من حتتنا ده جاي يخطب سعاد اختك دي. ايوه. يقول لي لو معاك 10 بنات علامك حيل ومعلمهم الادب والحلوية، عيالك طالعين لك. ما شاء الله. طلعين لي عمتك. ما شاء الله. كده انت فرمتيه؟ ايه يا هبه. اهو يا جماعه كده هي فرمته اهي. فرمته كده اهو، هتديله حاجه ثانيه ولا كده خلاص؟ مش حاجه. كده خلاص اهو. ايه. كده بقى ناعم خالص اهو. اه. ما شاء الله تسلمي لك يا حاج. اه. ما شاء الله. انتوا بتعملوا ايه يا شباب؟ يعني هو حبك دلوقتي يعني اعملوا لكم شرشين من دي تاخدهم معاك شرشين؟ ما هناك يما كل دي موجود كل حاجه موجوده، المطحون موجود وكل موجود كل حاجه موجوده هناك ما شاء الله يا احمد. غني لنا اغنيه بقى كده بصوتك الحلو الذهبي دي. بص لهم يلا اي اغنيه انت عايز. وحوي يا وحوي ايوه وحوي يا وحوي ايوه الايمان دول جمال ايوه جمال بتاع ربنا دول ايام حلوه ايام مفترجه يا صلاة النبي يا صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله يا صلاة النبي احسن عليه الصلاه والسلام محدش طول الايام دي ابدا عليه الصلاه والسلام المفردات الحلوه والصيام الحلو ما شاء الله والمنح كله ربنا يبارك لنا في عمرك يا حاج يا رب ويحفظك يا رب ما تغني يا هلا وحوي يا وحوي رد ورايا يا ابني وحوي يا وحوي ايوه بس كده ويبارك لك يا ابن بطنك ومراتك الاميره دي يبارك لك فيك يا رب يا رب ويحفظكم الوحش كله ويتركوا شر اللي يؤذيكم يا رب اللهم امين جاهز النبي يا رب بابا دي دعوتي لكم والله ما تعرفها قال لما اقول يكون شر اللي يزن ويحفظ يا رب اللهم امين حق الله النبي يا رب يا رب يا حبيبي هتشوف لنا والزيتان بكره بقى ماشي ان
شاء الله يعني. وزة الحمام وكم؟ وزة بعشرين جنيه ولا بتلاتين جنيه كده حلو. ما عادش الكلام ده. ايوه. ده الوزة بقى فايدة 4 كيلو لحم. ب 15 جنيه يعني؟ ما كنت بجيبها ب 10. ايوه. دلوقتي ب 350 وب 400. طب ما جبتلناش ايام ما كانت ب 10 شوية لا. ما انا كنت جايبه. امال يا بقى خلصوا فين؟ انت مربينا على الغالي يعني ما شاء الله. مش علي. انت مربينا على الغالي ما شاء الله. علي. وانت جاي الفريزر شكله ايه؟ ايه ما شاء الله تسلم ايدي. ايه كان زمان. ما شاء الله تسلم ايدك يا رب. ما كلهمش الا المانع كلهم المانع. ايه طبعا. انت منعة. منعة وانا حتى هي منعة دلوقتي. لا والله كنت الاول. ده كان الاول. اللهم صل على النبي. يا اختي كانت النسوان كلها تغير مني. ايه. ما الرجالت. لا. الرجالة كلها كانوا يحبون. ايه. يقولوا ماشية بجوزها مع جوزها بذمة وبتحب جوزها وعايشة فول. ايوه. وعايشة فول. ما شاء الله. يا صلاة النبي. أنت كنت حلوة بقى وأنت صغيرة. حلوة أوي. أنت طول عمرك حلوة يا حاج. ده أنا كنت صبية. أيوه. يا لهوي على تعب ما كنت ألبس كده وأطلع بره. تلبسي إيه يعني؟ ما هي العباية. ما هي العباية بس. كنت سبت. هتروحي فين يعني؟ كانت صحة بقى. الله يديك الصحة يا رب. كانت صحة بقى وحلاوة وشطارة. أيوه. الست الشطرة هي الحلوة. أيوه. مش بالحلاوة يعني. لا. الست الشطرة. أيوه. والروح. ما بتبقى سمرة. الروح لما تبقى محترمه وجميله. الروح لما بتبقى حلوه الروح غلابي صح؟ ما حلاوه اللي حلاوه الروح. ايوه ايوه يا يعني الحلاوه حلاوه الروح مش حلاوه الشكل. لا 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 ايوه طبعا. لا تبقى وحشه خالص. ايوه بس صارت النار. روحها حلو. روحها حلوه وتفرح بيه. صح. وماشيه حلوه مش لعبيه ولا الكلام ده. صح. فالحمد لله رب العالمين يعني. ربنا يديمك نعمة حق حياتنا كده ويحفظك يا رب ويبارك لنا في عمرك. الله يرحمك يا حاج محمد. الجماعة طالبين بقى وانت بتطبخي وانت بتعملي كده. ما انا هو ما انا بوريك اهو. ما هو هو تقوم دي يا جماعة. إيه لا هم عايزين الطبيخ بقى بتاعك بقى الحلو دي. النهارده كنت طبخه الرز. لا هم عايزين الرز بلحمه وعامله رز. ماشي هم عايزين بقى يشوفوكي وانت بتطبخي. ما انا فعلا التليفون. هم عايزين يشوفوكي وانت بتطبخي في الفرن. وانت بتعملي كذا وانت بتعملي كذا. يعني طالبين انهم يعني ده البلد بحالها بيقولوا لي بنشوفك قدام الفرن في العمايل. اي ما شاء الله. يا والله يا ما شاء الله. فهم عايزين يشوفوا الطبخات بتاعتك الحلوه دي. ايه اقول لهم بتشوفوني ايه؟ ايه امال ايه؟ حنان بنت ابو عبد السلام. يا لهوي يا لهوي يا عمتي. ايه ما تقوليش اسماء. لا ده هي المبلغ. ايه ما انا عارف بس ما تقوليش اسماء يعني. لو ربنا مش شايفها بس يا رب. ولا توروش هتتضربوا ولا ايه؟ اهي يا ستات. اهي يا ستات. اهي. اهي فيضة اهي وما شاء الله. فضلت ما شاء الله الله يديك الصحة يا رب ويبارك فيك. أنت تعلمت دي من ستك صح؟ إيه تعلم كل حاجة. ما شاء الله. كل بعمل لهم كل حاجة بقى وهم يجيبوا والحاجة أيوة. جاهزة. وقت ما يجوا يطبخوا يلاقوا كل حاجة جاهزة. يشدوا كل حاجة من الفريزة من التلاجة. أيوة. يلاقوا كل حاجة يطلعوا متعلمين بقى. صح. يشرفوا لهم بقى ما ربنا يسهل لهم يتجوزوا كده. هي كل واحدة بقى هتبقى في بيتها تعرف تعمل العيلة تشرف نفسي. صح. ايه ربنا يبارك. دوست مطبختك عندها ما كان زمان يما 11 سنة. ايه كان زمان الكلام ده. دخلت مع 3 نسوان. ايه سعاد دخلت مع 5. كما كان زمان الكلام ده. والصلاة على النبي اللهم صل على النبي. سعاد حلوة يا حبيبي. ده عسل يا حبيبي. ده عسل يبارك لي. ما شاء الله. يسلم ايديك ويسلم عينيك. الله يرحمها الفرحة. الله يرحمها. والله. طب اهم حاجة التربية من الصغر. الله. التأسيس. بتعمل الوقت كلهم بيتجوزوا النهاردة يطلقوا بكرة. الله يكفينا الشر. ايه والله. مش كله يعني. ما انا بقول لك اللي ما بيتعلموش. اي مش كله. اللي ما بيتعلموش. ايوه. طب والناس يعني الناس تضحك على الناس؟ لا ما تضحكوش على الناس. الناس ما يضحكوش على الناس. فاحنا كده يا جماعه يعني ايه عملنا معاكم بقى ايه حوار خفيف كده. ايه وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ونكمل لكم بقى. انتوا حابين القصص مع الحاجه بنعمل لكم قصص مع الحاجه اهو. والمره الجايه تحكي لكم بقى على ايام زمان بقى والحاجات الحلوه ايام زمان. اي
ايام زمان بقى ما تتعوضش. لا ما تتعوضش. مره طالعه كده يا جماعه بقى هنقفل معاكم الفيديو وان شاء الله الايام الجايه نحكي بقى الحكايات بتاع الحاجه، هنعملها لكم مسلسلات بقى عشان الحاجه حابه تطلع معاكم برده. فاذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشير ولايك واشتراك في القناه. سلام عليكم. سلام عليكم. في امان الله.